أقر مجلس نادي قضاة اليمن في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس النادي القاضي الجراح بالعيد استمرار الإضراب عن العمل في جميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، لحين إقالة مدير أمن محافظة حجة وكافة القيادات المتواطئة في واقعة اختطاف رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية والشروع في قتل وكيل النيابة بالمحافظة. وشدد النادي في بلاغ صحفي أصدره اليوم على ضرورة ضبط كافة المعتدين على مقر وأعضاء السلطة القضائية المرصودين في سجل رصد الاعتداءات للنادي والمقدم إلى وزير الداخلية وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم وفقا للقانون. وعبر نادي قضاة اليمن عن أسفه لصمت أجهزة الدولة عن تلك الاعتداءات والتي ما زالت تتكرر حتى هذه اللحظة، مبينا في هذا الصدد أنه تم الاعتداء صباح اليوم على عضو نيابة شمال أمانة العاصمة محمد الشدادي وبسط قيادات عسكرية على أرضية نادي قضاة اليمن في الحديدة.